يلا استقبلوا معايا بكل حرارة رشيد رفيق. كتقلب على شي حاجة كت... طحت لي واحد ش... يلا هو نخليك تقلب وتهلا فيهم. سير الله. السلام عليكم. امبورتي ولا هنايا؟ السلام عليكم. تيقول لك الا كليتي جوج مطيشات بحال كليتي 200 غرام ديال اللحم. هذا المثال هذا كينطبق عند الكور. حنا والله ما كان اللحم لا قلت تقول لي مطيشه زعما اللحم لا. شوميشة تقول لنا تحياتي لشوميشة سيدتي وسادتي نوريكم كيفاش طيبوا اللحم. لا 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 حنا عندنا مشكلة عطيونا باش نشريو اللحم. عندنا عادات وتقاليد في شكل في المغرب. دابا مثلا فاش كيجيو عندنا الضياف كنبداو ناكلو كتبقى واحد البطاطا الاخر كلشي تيتزرى منا كلشي تيحشم منا كنشبعو ولا كنجيو حتى حداه وكندير ديك السريو فهمتي. وسبحان الله العظيم الا طاحت لك شي زيتونه من تحت الطبله كتهود ما تلقاهاش حيت كتدردب كتمشي تحت السداري فوالا. ومن هذا المنبر كنصحكم ما تاكلوش الزيتون راه مشرمل. ومن العادات كذلك والتقاليد اللي عندنا في المغرب هو شي واحد الا تشد في الكوميساريه كنديو ليه كارطوشه ديال الكارو واخا ما كيكميش. تما كيوقع التبادل التجاري كشويه المحار وشويه الكمون. كيقول لك شي واحد عاوتاني من العادات الا خرجتي من السجن الله يحضر السلامه عفط في غربال تقبو باش ما تعاودش ترجع للسجن وانت شفار غتبقى داخل خارج والله واخا تشلل في برمه. على ذكر البرمه كيقول لك كفي البرمه على فمها تخرج البنت تشبه لمها كفي البراد على كفاه يخرج الدري يشبه لباه. حنا مقاوا نقلبوا في المواعن حتى كاع يشبه ليا شي واحد نار ربي. واحد القضية شي واحد كيضروه الحلاق ما كيقدرش يمشي عند الطبيب يداويهم كيبقى يدير ديك العيبة ديالها. شنو إلا كانوا فك الباسر غديرها؟ كيقول لك عاوتاني إلا كانت فيك شعيرة دير سبعة الحجرات وسبعة الشعيرات وغيجي واحد غيقيسهم هو اللي غتولي فيه الشعيرة. فوالا وتخيلنا داك الواحد اللي ديجا هو فيه شهيرة وقاسم شنو غنوليو في شعراء العرب. ميرسي بومادا بومادا الصفرا بومادا الصفرا كنداويو بها كلشي لدرجة ما كيولي كيديرها مع كاس ديال الماء السخون تيقول لها مزيانة المادة ولينا كلنا أطباء. الدرس كاين اللي كيدير لها صباغه ديال الضفران صاحبو كيقول لي ما ديرش ليها الطفيه ديال الشقوفه كيف راه مضره. عندنا شي حوايج كنداويهم شي حوايج يا سلام. حنا البلد الوحيد اللي كيعيط لك السيد مع 3:30 ديال الصباح كيقول لك ياك ما برزتك. ويلي 3:30 ياك ما برزتيني على هاد الحسابات التليفون اكبر وسواس. ندخل التليفون ديالك في نهار الشخصيه ديالك فيديوهات اللي كتيليشارجي تصور اللي كتصور والناس اللي عندك في الريبيرتوار. كل اللي عنده تليفون فيه غلبي الخدام ودير فيه مود باس لاش غيدخلوا لاش. شو دابا دوك الناس كلاس كتلقى عنده تليفون فيه سميات زوينين في الريبيرتوار مدام الشريبي جميله كادر في لاسيرونس الهام والي لحقوق ذروه نباتات نجات الوافي شي حاجه بك اجي تشوف تليفون ديال عبعوبيا شنو فيه نجات الصبانه احمد الكواي مول المقارش عزيز مول المزيانه. ايه دابا انا نوريكم هذه القضيه. دابا كاين شي دريه كتكون عندها ديره هنا محرفه بحال المنجل ديره مشطه الحقره فوالا وشاده ساكها وهنا فهمتي وكدوي في التليفون مشكله في الشارع العام وي صفاء هو الشعر مهود صفاء. كاين اللي كيجي تليفون كيريح الارض وي سي عبد الرحمن وحنا راه دوجنا لدوك البهيم نعم اسيدي واثنين تخرج العينين والثلاث الخروج مع البنات شوف واش حنا الزرع ما نقيوش ما كنعرفوش نتواصلوا في التليفون. واحد السيد ديما كتصوني ليه النمره ديالو مع بالليل واحد النمره كتصوني ليه مكتوبه فيها السي حسن مرتو شكات ديما ما رحضاش ونص سي حسن كيصوني. واحد النهار مرتو مشات للتليفون قلبات الميساجات لقات راجلها مصيفط السي حسن كنموت عليك الا لات البنات. شكون الراجل في هذه القضيه واش السي حسن ولا مرتو؟ ومن هذا المنبر
كنقول لكم سيليونسيو سيل فو بلاي صفيقه تيليكوم. ميرسي جو تام دو ريان لا فرانشمون فرونسي الي تري فيركس لا 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 جو جير بحال لاسيرونس كاين اللي كيقولها لاسورانس صلاد نسوان صلاد سيزاريان عمليه قيصريه واحد دخل قال لي جيب لي واحد صلاد ساركوزي جي با بوزون دو تابيسري اللي كنت حكيت لك ما في خرجتي معايا لا طال اميتي هذا هو الديسك ديالي ديال العام الجاي ان شاء الله وان شاء الله غادي نتنومينا معكم بالديسك ديالي قبلها يا مراد عليك ميرسي بارك الله عليكم ميرسي اجي اجي اجي